ونفتح ملف الأسواق العالمية، وتنضم إلينا لينا قنوع محللة الأسواق المالية في مجموعة أكوتي. أهلا بك لينا. يعني الرالي مستمر على أسعار النفط، عدنا إلى مستويات 36 دولار مع تراجع المخزونات. إلى أي مدى ستستمر هذه الارتفاعات إذا ما بقيت يعني مستويات الطلب بمستوياتها الحالية؟ صباح الخير نور، وصباح الخير لكل متابعي قناة سي ام بي سي. بالتالي فعلا نور، اسعار النفط ارتفعت الى مستويات سواء للخام الامريكي الخفيف 33 دولار وايضا لبرنت 36 دولار. هذه الارتفاعات نتيجه كما ذكرتي تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحده الامريكيه بتراجع بخمسه ملايين برميل يوميا، وايضا التراجعات في المخزونات كمان لها اثر كبير في كوشنج ب 5.6 مليون برميل يوميا. كل هذه أسباب تدعم هذه الارتفاعات، لكن الصورة القاتمة والضبابية حول التعافي الاقتصاد العالمي ما زالت نحن نتحدث عن أنها موجودة. هذه يعني هذه الأسباب أدت يعني ربما سوف تؤثر يعني قليلا على الطلب، يعني رغم أنه في التزام من منظمة أوبك بلس والتزام روسيا، كانت هناك مخاوف حول التزام روسيا بتخفيضات الإنتاج، لكن أوبك بلس ما زالت ملتزمة ب 9.7 مليون برميل. نحن نتحدث الآن عن التزام أوبك بلس ب 6 مليون برميل. هناك توقعات من الاجتماع القادم لمنظمة أوبك بأن يكون هناك إجراءات أيضا تحفيزية لأسعار النفط، لكن أتوقع أن يستمر التذبذب على أسعار النفط في ظل عدم التأكد من تعافي الطلب العالمي على النفط. ربما سنشهد بعض التعافي لكن الاستقرار حتى نهاية عام 2020، يعني في الربع الأول من عام 2021 ربما نرى مستويات فوق 50 دولار لأسعار النفط. لينا دعينا ننتقل سريعا إلى الأسواق اليابانية. اليوم كان في أرقام الصادرات اليابانية وتراجع في هذه الصادرات بحدود 22% أو 21.9 تحديدا، وهذه يعني كانت أسوأ أداء بالنسبة للصادرات منذ عام 2009. وبنك اليابان المركزي تحدث عن اجتماع قريبة، كيف نتوقع أن تكون الصورة من ناحية حزم التحفيز لدعم الصادرات؟ نعم، بالتالي بالفعل يعني هناك الأسواق اليابانية كما ذكرتي بشكل عام بحاجة إلى مزيد من التحفيز. نتحدث عن تراجعات في الصادرات، نتحدث عن تراجع في نشاط المصانع مع تراجع الإنتاج والطلبات من في المصانع اليابانية، وبالتالي هذا يعني دل على انكماش كبير إلى مستويات 38.4 نقطة في مايو، هو أدنى مستوى كان له في مارس، وكان يعني هذا مدفوع بانخفاضات حادة في الإنتاج. بالتالي كل هذه يعني العوامل والمؤشرات السلبية سواء شهدناها على اليابان في تراجع وحدوث انكماش متتاليين لليابان، يعني احتمال الركود عميق، وبالتالي سوف نرى المزيد من التحفيزات المزيد من التحفيز لليابان. بالتالي نعم لينا دعينا نتكلم قليلا عن موضوع الأسواق الأمريكية. يعني كان في رالي في الأسواق هذا الأسبوع، اليوم العقود الأجلة تشير إلى نوع من التراجع، طبعا تضارب المعلومات بشأن اللقاح يعني هذه تخلق نوع من الضبابية في المشهد. هل هذه التراجعات التي نراها اليوم على العقود الأجلة يعني ستفتح الباب أمام مزيد من التراجع في الأسواق الأمريكية؟ نعم، الأسواق الأمريكية بالفعل هي ارتفعت ارتفاعات كبيرة، ولكن كما ذكرت العقود الأجل عم تشير للتراجعات لأن ما زال هناك هشاشة في المكاسب اللي عم بتحققها الأسواق الأمريكية أو أسواق وول ستريت. نحن نتحدث عن الصورة القاتمة والضبابية التي تحدث عنها جيروم باول، نتحدث عن انخفاض في الاستهلاك، نتحدث عن احتمال حدوث انكماش، وتحدث الاحتياطي الفدرالي عن احتمالية أن يكون هناك يعني يبدأ التعافي ولو بطيء في النصف الثاني، وسيستغرق ذلك مدة زمنية طويلة. في الأخبار التي سمعناها عن وجود لقاح يعني وعدم التأكد من وجود اللقاح يدل على مدى هشاشة المكاسب.
الأسواق العالمية. بالتالي أتوقع أن يعني تشهد الأسواق الأمريكية المزيد من التذبذب في ظل الضبابية وعدم اتضاح الصورة حول الاقتصاد الأمريكي. بالتالي ما زالت نتحدث عن بيانات سلبية، نتحدث عن إعانات البطالة التي سوف تطر أيضا بارتفاعات اليوم متوقع 2.4 مليون ليصل طلبات الإجمالي إعانات الطلبات في 9 أسابيع تقريبا 39 مليون طلب. وأيضا البيانات السلبية ربما ستظهر عن حدوث انكماش في قطاع الصناعة والخدمات. بالتالي يعني هناك البيانات السلبية تطغى بالفعل على الأسواق، وأيضا الضبابية التي تحدث عنها الفيدرالي الأمريكي. لكن مزيد من التحفيز النقدي والمالي ربما سوف يدعم الأسواق إذا تم حزمة من التحفيز، حتى لو كانت التكلفة كبيرة على الحكومة وأيضا على الاحتياطي الفيدرالي. شكرا لك لينا قنوع، وأنت محللة الأسواق المالية في مجموعة إكويتي.